نرحب بمن ينضم معنا الآن من دبلن سيدة جيلان وهبة السفيرة سفيرة فلسطين في أيرلندا. أهلا بك معنا سيدة جيلان. بداية، كيف ترين أهمية هذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية وكذلك الصيغة، صيغة الاعتراف المتوقعة من دبلن؟ أولا صباح الخير. صباح النور. هذه الاعترافات هي اعترافات مهمة. نحن كقيادة فلسطينية نسعى لهذا الاعتراف منذ زمن، أولا لتثبيت حل الدولتين الذي توافق عليه معظم دول العالم سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية كحل للشرق الأوسط، لمشكلة الشرق الأوسط. هذا الاعتراف في هذا الوقت بالذات، ونحن نقول اليوم إيرلندا ستعترف رسميا، هو اليوم الذي تأسست فيه منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964. أجده يوما قويا مناسبا للتحول في صراعنا من أجل تحقيق حلم فلسطيني بالحرية وبدولة فلسطينية. هذا الاعتراف هو خطوة أولى لما سيليه لاحقا، ونريد مزيدا من الدول، دول الاتحاد الأوروبي، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي كمنظومة سياسية واقتصادية لها ثقل سياسي، وبدأنا نلاحظ خلال الأيام الأخيرة أن هناك تحركا. نحن نريد أن نحافظ على حق الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في أرضه. نحن نريد أن يتم المزيد من الاعترافات لحشد الضغط على إسرائيل لإنهاء ووقف عدوانها وإنهاء الاحتلال. كلما كان هناك مزيدا من الاعترافات كان لنا قوة فاعلة في الضغط ومحاصرة هذا الاحتلال الغاشم. هناك أمور دبلوماسية تترتب على هذه الاعترافات، ولكن هذه خطوة مهمة نحن سعينا لها منذ سنوات والآن تتحقق. سنريد أن نبني عليها لاحقا كما قلت لبناء علاقات أقوى وفرض عقوبات على إسرائيل. إسرائيل لن ترتدع بدون هذه العقوبات. يجب أن يقف العالم ويقول كفى لإسرائيل، ولكن بدون العقوبات لن يكون إسرائيل لن ترضخ بدون عقوبات، وعقوبات تمسها بقوة. طيب، كثير من المسؤولين الفلسطينيين يؤكدون أن هناك ربما دول أوروبية أخرى ستلتحق بالركب، ستعترف بالدولة الفلسطينية، وأنت أيضا أكدت ذلك يا سيدة جيلان. هل يمكن لنا أن نعرف من هي الدول المتوقع أن تنضم إلى هذا الركب؟ يعني الحديث المسبق عن ذلك تم عبر الصحف، ونحن ربما نسمع من بعض السفراء، ولكن الدول التي أكدت على ذلك، وهذا سيكون خلال الأيام القادمة، من أنا يعني أستطيع أن أقول أن سلوفينيا من بين هذه الدول لما سمعناه من أخبار موثوقة. من الصعب تحديد الدول الأخرى، ولكن سمعنا في الأخبار أيضا عن البرتغال وحتى عن فرنسا وبلجيكا. من هي الدول التي ستلي؟ من التأكيد أن هناك دول ستلي ستتوالى هذه الدول بالاعتراف، لما أكدته لك أن هناك خطر حقيقي على الشرق الأوسط وعلى منطقة الشرق الأوسط سلميا وأمنيا بكل معنى الكلمة. الحفاظ على حل الدولتين واتخاذ خطوات ملموسة لهذا الحل هو الذي سيحمي المنطقة من الانهيار السياسي والأمني لاحقا.